اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكر حضراتكم مباراه ستنطلق في تمام الساعه 8:30، يعني بعد حوالي نصف ساعه من الان او 25 دقيقه من الان. الحقيقه قبل ما اروح للمباراه، مباراه الرجال هي المباراه الاقوى النهارده والمباراه الاهم، الستارتنج مهم جدا للرجال. عايز اسال كابتن عماد محمود، حضرتك كابتن المدير الفني المنتخب الناشئات 16 سنه، مدير فني المنتخب، ودي مش اول مره تتولى هذه المسؤوليه. حضرتك توليت المسؤوليه قبل كده في بطوله افريقيا من سنتين، طلعت كاس عالم، لعبت كاس عالم، وتم اسناد لك المهمه هذه المره. شايف ازاي تطور كره السله بالنسبه للناشئات في مصر؟ طبعا انا برجع الموضوع ده لحاجتين. في تركيبه الانديه في مصر مختلفه عن العالم كله. احنا عندنا انديه اجتماعيه كتير، سيد في القاهره، هليوبلس، جزيره، اهلي، زمالك في الاسكندريه، سبورتنج، سموحه، اتحاد. الانديه دي عندها قاعده كبيره جدا، والقاعده الكبيره دي جدا اولياء امورهم مهتمين، فبالتالي بقى في السن الصغير في قاعده كبيره جدا مش موجوده في، اعتقد في الدول اللي شبهنا نفس فبالتالي انت عندك قاعده كبيره. اتحاد كره السله من الحاجه الجيده اللي عملها انه استثمر القاعده دي بمسابقات مناطق ومسابقات جمهوريه، خلت ان بقى في احتكاك كبير، فاللاعب المصري الصغير السن في مصر بيحتك محليا اعلى من الدول الافريقيه ومن الدول دي، ودي اللي بتخلي اللعيب المصري افضل، ودي انعكست على كل قطاعات الناشئين ولاد وبنات، وخلت ان مصر متفوقه في البنات والولاد. طبعا في طفرات في البنات، في مالي مهتميه جدا، لكن مصر بعديها على طول. بنتمنى ان مصر تقدر تحقق حاجه، واهتمام اتحاد كره السله بالمسابقات، هم دول السببين اللي انا في وجهه نظري مخليه. ابتدى الفريق الاول سواء رجال او سيدات، الرجال الحمد لله وصلنا كاس عالم، السيدات عندهم بطوله افريقيا، نتمنى ان هم يوصلوا لكاس عالم. كان زمان الجاب كبير قوي بين السيدات بالذات في مقارنه بالدول الافريقيه، لكن وجود الاحتراف، نادين سلعاوي، رنيم، ميرال، كل دول لعبوا جامعات، خلى دلوقتي منتخب مصر في السيدات اصبح مش بعيد. طبعا منافسه قويه، فرق قويه جدا، مالي، كاميرون، نيجيريا، لكن مصر مش بعيده، تقدر تعمل حاجه ان شاء الله، ربنا يوفقهم. تمام، اشكرك كابتن عماد محمود. ويمكن زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي يعني بتتلعب مباراه كره اليد سيدات مع بطل الكاميرون الايفواري، انا اسف، بطل الايفواري كوت ديفوار، والنتيجه الان 6-2. وزي ما وعدنا حضراتكم بنكون مع ابطالنا وبطلاتنا في كل مكان. المباراه الان زي ما حضراتكم شايفين في ويندو على الشاشه، مباراه كره اليد سيدات، النتيجه 6-2 للنادي الاهلي. النادي الاهلي فاز المباراه اللي فاتت سيدات، والمباراه الثانيه دي طبعا لقطات مباراه. المباراه بتتلعب من صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. مهم جدا النادي الاهلي يفوز بهذا اللقاء حتى يضمن صعوده للدور اللي بعد كده، ولكل بقى يعني مقام مقال، بس مهم جدا نفوز النهارده ان شاء الله. دي المباراه بتتلعب مش على صاله الامير عبد الله الفيصل، لكن بتتلعب على صاله الشهداء. النتيجه الان 6-2، 6-3 دخل هدف في النادي الاهلي، اصبح 6-3. كل التوفيق طبعا، وزي ما حضراتكم شايفين محمد توفيق يعني في صاله الشباب والرياضه، محمد توفيق طبعا معانا من صاله طبعا الشباب والرياضه، وكمان لقطات من ارض الملعب، قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما وعدنا حضراتكم دايما هنكون مع ابطالنا في صاله الامير عبد الله الفيصل او صاله الشهداء، ومع ابطال كره السله سيدات كنا من شويه في صاله الشباب والرياضه في 6 من اكتوبر، وايضا نفس الكلام بالنسبه للرجال. خلينا نروح لمحمد توفيق عشان نعرف اجواء ما قبل مباراه الرجال الاهلي والاتحاد. اتفضل يا محمد. تحياتي ليك مره ثانيه كابتن هيثم، ضيوف الكرام، كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مكملين وتغطيتنا الخاصه زي ما حضرتك قلت من كل مناطق مصر ومن كل الصالات، يعني متابعه ملوك الصالات والعاب الصالات في كل مكان من خلال استوديو ابطال. يعني دلوقتي تقريبا قدامنا بالظبط 13 دقيقه كابتن هيثم على يعني بدء جيم 2 من نهائي كاس السوبر للرجال ما بين الاهلي والاتحاد. كلاكيت ثاني مره وجه لوجه الناديين في نهائي بطوله دوري السوبر، بعد طبعا نهائي العام الماضي واللي الحمد لله انتهى بفوز النادي الاهلي نتيجه 3-2، وان شاء الله النادي الاهلي يكرر هذا الانجاز هذا العام. يمكن طبعا السعاده الفريقين بشكل كبير جدا لهذه المباراه. يمكن النادي الاهلي طبعا حصل يوم واحد راحه بس عقب انتهاء المشاركه الافريقيه في البال، ويمكن الفريق اتدرب على الصاله هنا مرتين، يمكن
اتكلمت مع كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق، اشتكى كابتن هيثم للامانه من ارضيه الصاله. يمكن حضرتك اشرت في البدايه ان الصاله طبعا تم تركيبها من قبل الاتحاد المصري لكره السله، ولكن كابتن احمد قال لي من خلال التدريبتين اللي الفريق دربهم هنا كان في بعض المشاكل يمكن تم حلها، ولكن في بعض الزحلقه شويه من الارض. حضرتك طبعا ونجومنا الكبار في الاستوديو هتبقوا ادرى اكيد بالكلام دوت ان في بعض الزحلقه من ارضيه الملعب بعد تعادلها، لكن ان شاء الله نتمنى انها ما تاثرش على اداء الفريقين النهارده واللاعبين يخرجوا سالمين من كلا الجانبين. يمكن زي ما اتكلمت معاه كابتن احمد قال ان في اجهاد شويه طبعا ان احنا ظلمنا، خاصه ان في مباراه بكره على طول، وان طبعا اخر مباراه هتبقى يوم 17 لو لجانا لخمس مباريات، والسفر ان شاء الله هيكون يوم 18 لرواندا للعب النهائيات هناك ومقابله بطل رواندا يوم 20. ولكن ان شاء الله اللي احنا عازمين ان احنا ان شاء الله نحسم لقب قبل السفر للمنافسات الافريقيه. على الجانب الاخر نادي الاتحاد السكندري يمكن في معسكر هنا في القاهره منذ ثلاث ايام اتدرب ثلاث تدريبات على الصاله هنا كابتن هيثم، حد واثنين وثلاث، والفريق يمكن مكتمل ما فيش اصابات في كلا الجانبين غير بس حاتم، مجرد بس عند النادي الاهلي لاعب بس عبد الله ناصر وحاتم هم المصابين، لكن ان شاء الله يخش مع الفريق في بقيه المباريات. على الجانب الاخر يمكن غيابين بس عن نادي الاتحاد، مصطفى عصام وياسر صلاح. يمكن طبعا الطاقم التحكيمي اللي موجود النهارده هو طاقم تحكيم دولي متعدد الجنسيات زي ما بيقول كابتن هيثم، يمكن من بنما فاريلي ومن لاتفيا اوسكار لوسيس ومن بورتوريكو جوني باتيستا، يمكن الثلاث حكام تم دعوتهم لتحكيم نهائيات كاس العالم المقبله ان شاء الله 2023 واللي هيكون مشارك فيها بالطبع المنتخب المصري. اجواء اكثر من رائعه داخل الصاله هنا ان شاء الله كمان، يعني زي ما حضرتك بالظبط دلوقتي قدامنا 11 دقيقه على بدء المباراه، ان شاء الله تكون بالتوفيق في النادي الاهلي ويحسم باذن الله جيم 1 استكمالا لبقيه المباريات القادمه باذن الله، وباذن الله يكون موفق في هذه المباريات عشان يحسم مبكرا ويبقى فيه قدر كبير جدا من الراحه للفريق قبل السفر لرواندا. على يعني مستوى الحضور هنا يمكن الحضور رفيع المستوى سواء من اعضاء الاتحاد المصري لكره السله وكمان من النادي الاهلي، بيحضر الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والحاج صالحي رئيس مجلس اداره النادي الاتحاد السكندري. ان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي وان شاء الله يحسم جيم 1. ان شاء الله نلتقي بعد المباراه كابتن هيثم واحنا منتصرين، ولقاءات ما بعد المباراه. كلمه كابتن هيثم اتفضل. محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم شايفين قناه النادي الاهلي في كل مكان في صاله الشهداء بالنادي الاهلي، صاله طبعا شباب الرياضه كره سله، بنحاول نكون معاكم لاستوديوهاتنا هنا كمان بنحاول نكون معاكم في كل مكان. ده مباراه كره اليد، يا ريت نعرف النتيجه يا جماعه ونبلغها للساده المشاهدين. مباراه طبعا الاهلي مع بطل كوت ديفوار، هنقول لحضراتكم النتيجه حالا دلوقتي في صاله الشهداء في كره اليد 9-4 9-4 للنادي الاهلي. حتى الان النادي الاهلي يسير بخطى ثابته ان شاء الله. اجل ضيوفي كابتن عماد يعني 11 دقيقه عايز اسمع توقعات حضرتك في ظل طبعا مباراه قويه جدا النهارده ما بين الاتحاد والاهلي، بحيث ان احنا قبل 11 دقيقه نكون يعني عرفنا كل توقعات الساده. اتفضل يا فندم. طبعا اصعب سؤال في مباراه زي دي تقول توقعات. نعم صحيح. توقعات صعب جدا جدا جدا، فرقتين كبار، فرقتين محترمين، فرقتين بيمتلكوا عدد من اللعيبه الكويسين جدا سواء هنا او هنا، واجهزه فنيه محترمه جدا. طيب بس العوامل اللي قبل المباراه دي، الاتحاد السكندري ما كانش بيلعب غير اخر حاجه قبل نهايه الكاس، فيعتبر مريح شويه، لكن الاتحاد السكندري محطوط تحت ضغط جامد جدا جماهيريا صحيح. ومن الاداره انه مطالب بالفوز وما عندوش غير البديل ده. طب ده ممكن يبقى دافع، وممكن يبقى دافع وممكن يبقى عامل سلبي، بس انا شايف مع لعيبه الاتحاد في الظروف دي ان شاء الله هيكون دافع. انا شايف ان هو بحكم خبره حضرتك يعني طبعا محطوطين في حته تركيز واضح. الاستاذ محمد بصلحي رئيس مجلس الاداره موجود معاهم من يومين، ففي تعبئه جامده جدا ممكن تدي نتيجه سلبيه، بس انا اتوقع هتكون الايجابيات اكتر. نعم. الاهلي نفس الحكايه، عنده ايجابيات وسلبيات، ممكن نفس الحاجه تعتبر ايجابيه او سلبيه، انه لسه مخلص بطوله البال، وبطوله البال دي اوجستي من الذكاء، وانا بحييه ان هو اعتقد ان او حرق باللفظ انه بيلعب الدوري ولعبته مش محروقه، وخاصه انه كان بيعتمد على ثلاث لعيبه اجانب بيساعدوه في الحته دي. نعم. وخاصه ان هو برده فرقش معاه ان الماتش الاخير يخسره في البال، وهو كده كده متاهل للنهائيات، وطبعا كل التوفيق للاهلي في النهائيات انه يكسب بطوله البال، بنتمناها من قلبنا طبعا. فالاهلي كان عنده لعيبه مش جاهزه زي عمرو الجندي، اعتقد انه ابتدى يجهز واحده واحده. ايهاب امين ما كانش في التوب فورم بتاعته في الفتره اللي فاتت، ابتدى يرجع.
هي عنده غيابات في المركز الطوال، لكن عمر طارق عامل بطوله جامده جدا، فاعتقد ان هو مغطي الحته دي لو استمر بنفس المستوى. التكهن صعب، نتمنى نشوف مباراه كبيره بين الفريقين، وفي خلال المباراه نقدر نتكهن شويه في سير المباراه، انما من دلوقتي لا طبعا كل الفرص متساويه، ونتمنى مباراه تليق بكره السله المصريه وبالاسامي الموجوده لعيبه واجهزه. اشكرك كابتن كابتن مشو. يمكن دي تاني سنة على التوالي احنا نقعد اهلي نعم. اتحاد نعم. عشان نكون متفقين في الاول ان اللغة الرسمية لكرة السلة هي لغة الارقام. الارقام للموسم ده في تساوي من بداية دوري المرتبط، فرقتين لعبوا، اهلي كسب جيم، اتحاد كسب جيم، رجعنا للسوبر، الاهلي كسب جيم، الاتحاد كسب جيم، كان باستثناء الجيم بتاع كاس السوبر اللي هو الاتحاد فيه وده ما كملش. النهارده الفرقتين انا شايف الاثنين عليهم ضغط، فرقتين مضغوطين، اتحاد مضغوط جدا محتاج ان هو ياخد البطوله دي، البطوله دي هتفرق مع نادي الاتحاد، في ضغط من جماهيريا، في ضغط من مجلس الاداره، محتاجين ان هم بقالنا فتره دلوقتي ان احنا محتاجين بطوله الدوري. نعم. نفس الكلام ان النهارده النادي الاتحاد الأهلي ما شاركش في البال، يعني هو بالزبط. اللي شارك زمالك الزمالك والاهلي والزمالك والاهلي، هو داخل النهارده بطموح انه عايز يعني، وده طموح مشروع اكيد طبعا. نادي الاهلي نفس الكلام، هو برضو النهارده عايز يشوف الجاهزيه، هو طالع من بطوله البال، طالع ايا كان، كان بيلعب جوه مصر، هو برضو كانت في هزه صغيره من الاهلي، خسارته جيم هنا دي ممكن تخليه تعيد حساباته. النهارده الجيم النهارده، البطوله بتاعت النهارده دي، ده ممكن استعداد وبطوله مهمه جدا اللي هي بطوله الدوري، يعني هو طبعا دي ما اهم بطوله في الموسم بالظبط. فهو النهارده الموضوع هيبقى صعب على الفرقتين، موضوع صعب جدا على الفرقتين، ما زي ما احنا قلنا احنا ما حدش فينا ولا حد في مصر كلها يقدر يقول اتحاد يكسب او اهلي يكسب، دي صعبه جدا، هتبان معانا في خلال الفتره الجايه. الاهدى جيم كوتشنج النهارده، دول عليهم عبء كبير جدا، سواء مدرب نادي الاتحاد او مدرب النادي الاهلي، اللي هيقدر يهيئ لاعبته من الضغوط اللي موجوده، لان اللعيبه كلها عارفه النهارده جماهير النادي الاهلي محتاجه طبعا، محتاجين يعني لازم يكسبوا وراه جمهور كبير، نادي الاتحاد سكندري وراه جمهور كبير، فالنهارده مين بقى اللي هيقدر يوصل لحاله اللاعب ان هو يبدا يركز في الحته دي، فدي اخطر حته، فعشان كده انا بقول لك النهارده كوتشنج، النهارده جزء كبير في الجيم انك انت تقدر تهيئ اللاعب بتاعك ازاي توصله ونفسيا ان هو يبدا، لان في ضغط، في لعيبه، في بعض اللعيبه اللي ممكن الضغوط دي تاثر عليها. صحيح. ممكن تقلب، وانت حضرتك عارف يعني كابتن هيثم يعني فينا ازاي كتير ازاي تختار التشكيل الامثل وتدفع بمين امتى ومين اللي ما عندوش حمى اللي ينزل بالظبط، يعني بالزبط. عندك في حاجات انت ككوتش لازم تقراها ان انت توصل لحتى تخش في الجيم بسرعه، هي دي نقطه السر او اللغز اللي هيبقى في الجيم ده، اللغز بتاع الجيم هو ده اللي هو هيبين انهي فرقه هي اللي هتطلع في الحته دي بتاعه الكوره. اشكرك كابتن ميشو. كابتن سلعاوي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مباراه صعبه جدا على الفريقين، وصعب التكهن بها، ولان الفريقين لانها هي بطوله الدوري او البطوله الاخيره اللي بتبقى في اخر الموسم اللي بيفتكرها الناس للموسم الجديد لغايه اما تيجي اول بطوله تانية. مدربين الاثنين، مدرب اسباني مدرب الماني، اعتقد كل واحد فيهم عايز يكسب، كل واحد فيهم عامل اعداد جيد لفرقته. اتحاد اسكندري السنه دي برغم تدعيماته ما يعتبرش موسم جيد بالنسبه له، النادي الاهلي كسب 4 بطولات تقريبا لغايه دلوقتي، ودي البطوله الخامسه. كل فريق من الاثنين بيمتلك مفاتيح لعب واوراق على الدكه بره، تقدر تغير ملامح المباراه في اي وقت، لكن برضه زي ما قال الكابتن عماد وكابتن ميشو صعب التكهن جدا بيها. لكن النظره اللي انا عايز اقولها، عايز اشوف كابتن استاذنك، هو ماتش كره اليد سيدات عشان احنا بنتابع مع حضراتكم على الهواء مباشره، زي ما حضراتكم شايفين النتيجه 23 دقيقه تايم، والنتيجه 2-12-5 للنادي الاهلي. النادي الاهلي مع الوقت السكور بيزيد، وان شاء الله تبقى تاني مبارياتنا للفوز فيها. اتفضل يا كابتن سلام. عايز بس هي النقطه المهمه جدا اللي احنا عايزين نتكلم فيها، كيف يتعامل لاعب الفريقين مع التحكيم الاوروبي؟ هنشوف. وهل هيكون في اختلاف
طبعا في لا مش اختلاف لا الصياع اللعيبه للصفاره الاجنبيه غير صياع اللعيبه للصفاره المصريه. لا انا قصدي اقول هل هيكون في التزام؟ طبعا في التزام ده شيء ما تحكيم نفسي التلزيم لا الالتزام ده موجود حتى في اي وقت من الاوقات. انا قصدي اقول هل الصفاره الاوروبيه تختلف عن الصفاره المصريه؟ هي دي النقطه بس. صحيح هنشوف ومدى التزام اللعيبه بيها. هنشوف كابتن طاهر راي حضرتك ايه في المباراه النهارده خاصه ان هي مباراه من نار. هي طبعا ماتش انا متاكد ان هو هيبقى ماتش حلو نتيجه ان انت ما انتش عارف مين اللي هيكسب والمؤشرات خلال الموسم من بدايته شويه تروح للاتحاد. يعني مثلا على سبيل المثال ان انت مثلا الاتحاد كسب السوق زاد عنده انس اسامه ودي لعيب تقيل ويوسف شحاته برضه نفس الكلام. يوسف شحاته من سبورتنج صح؟ تيجي تلاقي في ماتش قبل النهائي بتاع الكاس اتغلب من الزمالك تيجي ايه تتوقع وكسب الاهلي في السوبر وكسب الاهلي في السوبر يعني مره يجيبوك كده ومره ونفس نفس الشيء ان الاهلي كسب الكاس وكسب زي ما قال الكابتن ميشو ان هو في كسب ماتشين وخسر ماتشين خلال التصفيات بتاعه الدوري السوبر. فبالتالي يعني عدم التوقعات دي والتكهنات هتبقى صعبه جدا وهيكون للمديرين الفنيين الاثنين دخل قوي جدا لان التغيير هتفرق التكتيك هيفرق الاستراتيجيه هتفرق في كل في الـ في الـ في الماتش دوت وبقيه الماتشات لان طبعا. احنا طالما ما توقعناش بس انت بعد كده داخل على يبقى متوقعين على ان خمس ماتشات مفيش جيم سهل انا بالظبط ومتوقعين ان الخمس ماتشات يتلعبوا صحيح ودي زي حاجه السنه اللي فاتت 3-2 ودي حاجه في مصلحه كره السله المصريه. طب خلينا نوضح للساده المشاهدين ان تقنيه الاي ار اس هتكون موجوده معانا النهارده وطاقم تحكيم اجنبي يمكن اول مره يحكم في مصر. خلينا استعرض اساميهم مع حضراتكم. انايا فليلي الدوله بنما، الحكم الثاني اوسكار لوسيس الدوله لاتفيا، وجوني باتيستا الدوله بورتوريكو. وطبعا دول يعني ده دي دي, دي يعني صوره حطينا لحضراتكم يعني عشان دي الاستعداد او تقنيه الاي ار اس دي لقطات من كاميرات المثبته في الملعب لتقنيه الاي ار اس من كل الزوايا اللي حضراتكم شايفينها. تاني طاقم التحكيم 3 واحد اوروبي من لاتفيا واثنين اهم دول الحكام. شكرا. الحكم اللي في النص اوسكار لوسيس ده من لاتفيا باوروبا، واللي على اليمين انايا فريلي الدوله بنما، وجوني باتيستا الدوله بورتوريكو. يعني اثنين من كوبا امريكا وواحد من يعني اوروبا. واتوقع ان الثلاثه يعني ممكن يكونوا اول مره يشوفوا بعض، يعني هم كل واحد جاي من بلد، بس خلينا اقول انه مدارس مختلفه. والنهارده هنشوف كان الاتحاد السنه اللي فاتت حط عنصر تحكيم مصري وسط اثنين اجانب، ولكن النهارده اكتفى بثلاثه اجانب. وانا شايف خلاص الخمسه الستارتنج فايف نزلوا ارض الملعب لحظات من نادي الاتحاد ولحظات وتنطلق المباراه. خلينا نطير لصاله الشباب والرياضه ب 6 اكتوبر لنقل احداث المباراه الشوط الاول والثاني، ونرجع ان شاء الله بين الشوطين ومعلقنا القدير الكابتن احمد مناع. فالى هناك. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه بالتعادل 35-35، وكانت الفتره الاولى خلصت بالتعادل ايضا 16-16 في مباراه نجمها الاوحد حتى الان تومسون. الحقيقه تومسون عادل الكفه بشكل كبير. المباراه يعني كانت رايحه ان يطلع الشوط الثاني النادي الاتحاد 8-10 بونت فرق، ولكن تالق تومسون في اللحظات الحاسمه اهدى للنادي الاهلي التعادل. كابتن طاهر شايف ازاي الفتره الاولى والثانيه النهارده؟ انا شايف ان الماتش ما زال بالنسبه للنتيجه غامض، يعني الوضع ايكوال جيم، ودي طبعا اعتقد ان هي هتخلي مستوى الماتش يعني الواحد يحب يشوفه. نعم. طبعا زي ما ذكرنا ان مايكل تومسون يمكن كان بدل الفرق 6 نقط و8 نقط اتغير لان هو بقى الفرق بونت او اعتقد
الوضع يعني ايه رجع الاهلي تاني بعد ما كان الاهلي ماشي مش اتاخر 3 4 5 6 بونت وصل لا وصل 7 بونت كمان السكور وانا شايف كمان ان عمر طارق لحد ما كان خلص الكور اللي تحت الحلقه وفي الاتحاد انس اسامه شايفه ان الاوفنس بتاعه اتحسن في الكوارتر الثالث وهو برضك من الناس اللي عملوا تغيير في الاتحاد او خلى الاتحاد اما نسبه 3 بوينت في الفرقتين فمش كبيره قوي ويعني الماتش ما زال بالنسبه لنا مش عارفين مين اللي يكسب انما انا كما تعودنا من الاهلي ان هو بيحصل تغيير تام في الكوارتر الثالث والرابع كما عودنا مستر اوجستي في بطولات كتير قبل كده وماتشات كتير يعني تملي هو بيبقى بيحط بصماته او بيغير في الثالث صحيح والثالث يعتبر هو عصب المباراه خلينا نقول بعض الاحصائيات هداف النادي الاهلي حتى الان تومسون 17 نقطه بافشنسي فعاليه 23 وهو الاعلى احصائيات في النادي الاهلي لاعب 15 دقيقه 48 ثانيه ياتي من وراءه هداف في الفرقه برصيد 5 نقاط عمر طارق 5 نقاط 6 نقاط عمر طارق ومعانا كمان في نادي الاتحاد هداف الفرقه دومينيك جونسون برصيد 13 نقطه حطهم وبعد كده كله يعني جاي 6 نقاط وراه على طول هيبقى انس اسامه لا هيثم كمال 6 نقاط وراه على طول بعد اللاعب المحترف جونسون في صفوف نادي الاتحاد. يجي في النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم بعد كده النادي الاهلي موزع السكور 2 3 بونت ولكن الهداف على الاطلاق تومسون كابتن سلعاوي يعني تومسون النهارده بيعمل احلى مبارياته 17 نقطه في 15 دقيقه بمعدل تقريبا نقطه وشويه في كل دقيقه افريج عالي. عالي جدا وبعدين هي يعني بالنسبه الاول تومسون كان مفيد جدا في الخمس بطولات اللي الاهلي كسبها في السيزون اللي فات تومسون عنده قبول من اللعيبه بطريقه عاليه جدا حبه بيساعدوه في كل حاجه بس انا عايز اقول حاجه ان المباراه عنوانها الاجانب يعني الاثنين الاجانب هم اللي يعني تومسون جايب نص السكور تقريبا 35 نقطه احنا الاهلي حاططها بس تومسون جايب منهم 17 نقطه نفس الكلام اللاعب الاجنبي دومينيك كايب 14 نقطه من 35 نقطه 13 فاعتقد ان كل مدرب شاف فرقته في الشوطين الاول والثاني والشوط الثالث والرابع كل ليه حسابات ثانيه الاهلي معودنا تملي في الشوط الثالث والرابع بيتغير شكل ادائه وطريقه اسلوب لعبه وبيحاول يفرض اسلوب لعبه وسيطرته على الفريق المنافس حتى ينهي المباراه لصالحه لكن انا اعتقدها انها تكون مباراه مثيره مباراه صعب التكهن بيها لان زي ما انت شايف راحه جايه توصل 8 نقاط فرق الاتحاد يرجع الاهلي يعمل درون الاهلي يطلع الاتحاد يجيبه فمباراه صعبه جدا لن تتوقع الا في الثواني الاخيره لان طبعا الباسكت لعبت ثواني لغايه اخر ثانيه نعم طيب كابتن ميشو كل فريق بدا باقوى خمسه عنده عشان يقدر يسيطر على المباراه طب كابتن سلعاوي كابتن طاهر كابتن ميشو في بعض الارقام محتاجين نحللها تدينا بشكل كبير سير الاداء نادي الاتحاد السكندري نسبه الفري ثرو بتاعته 33% تلت بالظبط شاطوا 6 جابوا 2 النادي الاهلي شاط 12 جاب 9 فهنا النادي الاهلي بيوصل للمربع اكتر بيلعب من تحت الحلقه اكتر النهارده طيب الثلاثه بونت يمكن نسبة نادي الاتحاد نقول في الثلاثة بونت 3 9 3 من شوط 9 جاب 3 نسبة 33% ايضا نسبة كويسة نادي النادي الاهلي 16 3 بونت جايب 4 كابتن ميشو رايك ايه في الارقام دي؟ بتستنتج منها ايه؟ اولا الفري ثرو يعتبر النسبة بتاعت نادي الاتحاد سيئة جدا بالنسبة ان هو جايب 33% دي نسبه سيئه جدا
النادي الاهلي 12-9 اوكي، ال 3.9. معلش يا كابتن اسف مضطر اقطعك، مباراه كره اليد احنا في الدقيقه 28 النتيجه 37-15 37-16 للنادي الاهلي تقريبا كده مبروك. حسمت المباراه اكلينيكيا، مبروك النادي الاهلي لكره اليد سيدات الفوز الثاني. ان شاء الله يتبقى لهم خطوات قليله للتاهل ان شاء الله لدور الثمانيه ومن ثم دور قبل النهائي والنهائي. كل التوفيق لفريق السيدات. اسف يا كابتن ميشو، بس زي ما تعودنا قناه النادي الاهلي مع ابطالنا وبطلاتنا في كل مكان. اتفضل يا كابتن ميشو. النسبه بتاعت ال 3 بوينت لنادي الاتحاد 33%، يمكن النادي الاهلي في حدود 25%. دي يمكن اللي عدل النسبه بتاعت النادي الاهلي اللي وصلها 25% ان تومسون جايب 3 كور. في حاجه بقى يمكن احنا من بدايه تومسون 3-3 100%. خلاص طب ما انا بقول دي اللي رفعت النسبه رفعت النسبه. لو انت النهارده لو كان كله جله، لو كان ضيعهم انت جايب واحده بس اللي كله جله، ما عدا عمرو الجندي جاب واحده، عمرو الجندي واحده والثلاثه تومسون. فهي دي اللي عدلت النسبه، هي اللي خلتها ال 25. هنا الجيم دفاعيا قوي جدا، ولكن انا يمكن زي ما قلت لك من قبل ما نبدا اللقاء قلت لك الجيم ده ايه؟ كوتشنج. في ايه؟ النهارده نادي الاتحاد بدا يلعب على النادي الاهلي، بدا يضغط عليه وبدا يضغط على الثلاثه البريميتر، واستغل حته عدم التوفيق بتاعت مروان سرحان في البدايه، سيف سمير، بعد كده جرب احمد اسماعيل. الثلاثه كانوا تقريبا بيتسابوا بيعملوا هيب على عمر طارق وكانوا بيشوطوا والنسب بتاعتهم بعيده تماما. ودي الحته دي كانت نقطه او سر نجاح دفاع نادي الاتحاد عن نادي الاهلي في الحته دي. لو كانوا توفقوا الثلاثه، لو كانوا توفقوا كانت هتعمل مشكله كبيره، كانت هتعمل مشكله كبيره. ودي اللي خلت النادي الاتحاد يبدا يطلع بالسكور، وكان واصل الثمانيه وكان ممكن يوصل للعشره وممكن يوصل لل12 وكان ممكن يبقى يفتح بسبب النقطه الحته دي. طب كابتن ميشو احنا قدامنا دقيقه بالظبط على الماتش، لازم اسمع راي كابتن عماد محمود قبل ما نروح للمباراه. اثنين مدربين محضرين الماتش كويس قوي، المهام الدفاعيه متوزعه الى حد كبير كويس قوي. انا شايف ان الاتحاد اكتر تماسكا وتركيزا ولعب صح اكتر من الاهلي. الاهلي لسه ما جابش، وعشان كده انا كان في وجهه نظري ان الاتحاد كان لازم ينهي الكوارتر ده او بين الشوطين بفرق على الاقل 8 بونت، عشان لعيبه الاهلي لسه ما فيش حد فيهم كويس باستثناء تومسون. لو لعيبه الاهلي رجعوا كويسين اعتقد ان هيندم نادي الاتحاد على 8 بونت اللي كانوا الفرط فيهم. فهنشوف الاثنين مدربين هيعملوا ايه في الاخر. كل التوفيق، مباراه هايله، نتمنى ان شاء الله تنتهي بنفس المستوى العالي، والافضل ان شاء الله يكسب يا رب ان شاء الله. اشكرك يا كابتن عماد، مبروك فريق السيدات لكره اليد. انتهت المباراه 39-15 على هابيتات الايفواري، نتيجة مهمة جدا لفريق السيدات. جود ستارت الماتش اللي فات، النهارده الماتش الثاني فوز. نتمنى ايضا للرجال الفوز في مباراة غدا عشان ان شاء الله نمشي بالعلامة الكاملة لغاية ما يوصلوا دور قبل النهائي والنهائي ولكل مقام مقال. بشكر ضيوفي كابتن سلعاوي، كابتن طاهر رجب، كابتن عماد محمود، كابتن ميشو. هنروح لصالة الشباب والرياضة لحظات وتنطلق الفترة الثالثة والرابعة لمعلقنا الكابتن احمد مناع لنقل احداث المباراة، مباراة الاتحاد والاهلي الفترة الثالثة والرابعة، فإلى هناك. شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراة بفوز اول لنادي الاهلي في سلسلة لقاءات الفاينل بنتيجة 69-62. مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الاتحاد. مباراة الحقيقة يعني ما كانش كام. ارجع لضيوفي في الاستوديو اللي اكيد عندهم كلام كتير هيقولوه عن المباراة. كابتن عماد ابتدي بحضرتك، اكيد عندك كلام كتير وكاتب شايف كلام كتير يا كابتن عماد. بس انا لو هتكلم فنيات، الكلام فنيات كتير قوي ورايح جاي، بس انا هتكلم من وجهة نظر يعني نادي الاتحاد السكندري شوية. فعلا نادي الاتحاد السكندري مضغوط، ومن حق الجماهير والإدارة اللي عملته إن يكون الفريق مضغوط. معرفش أنا بعد الخسارة دي بكرة هيلعب الماتش التاني، هل هيقدروا يخرجوا من الحالة دي؟ أنا شايف إن دي أهم نقطة النهاردة اتعمل. أهم من الخسارة. أهم من الخسارة. إنك تقدر بكرة تلعب فنيا، تشوف إيه اللي ناقصك عشان تواجه بيه الأهلي،
واحنا يعني اكيد احنا متفقين ان الاهلي مش في احسن حالاته، ورغم كده ان فاز على الاتحاد، الاتحاد كان في اوقات كتير مركز لكن مشدود، وكان في نهايات الثالث والرابع الروتيشن اللي حصل كان افضل في الاهلي منه في الاتحاد، نهايه الرابع بالذات. في نقطه واحده فنيه حابب اذكرها، مروان سرحان الكميه الاوبن فري شوت اللي شاط وهو فاضي كتير دي كانت لازم يتم تداركها اثناء المباراه. ما جاتش صدفه لانه البيج جاي الثاني او السنتر الثاني بيروح يهلب على عمر طارق، ودي مقصوده، هو ودي مقصوده هو فني الاتحاد قصدها، واعتقد مدير فني الاهلي كمان قصدها طبعا اراها يعني دي من اكتر ونزل مروان لانه شويت. الحاجه الثانيه كميه التيرن اوفر اللي حصلت في الكريتيكال في الاوقات الحاسمه اللي هي بونت ما ينفعش المستوى ده يبقى فيه باك زون، ما ينفعش المستوى ده يبقى يعني. بص يا كابتن لسه بتقول اهي دي اول شوطه كشاطه عمر مروان سرحان في الماتش كان فاضي. ايوه اتفضل يا كابتن. ما ينفعش في الكريتيكال جيم بقى لعيبه المستوى ده يبقى فيه اخطاء، والاخطاء كانت على فكره من ناحيتين بس يعني الاتحاد عشان يكسب الجيم ده كان لازم تبقى اخطائه اقل. الحاجه الاخيره اللي انا هتكلم فيها ان خلص الجيم فرق 7 بونت، احنا لو بنتكلم احنا قلنا في الكوارتر الثاني كنا المفروض الاتحاد كان يطلع كسبان 8 بونت 8 و10 كانوا هيفرقوا معاه في الوقت ده، لان الماتش الايكوال كابتن سعاد يمكن قالها واحنا اثناء المباراه في الظروف اللي موجود فيها الجيم ده الاتحاد مضغوط اكتر في الكريتيكال وفي الوقت الايكوال اللي في الاخر هيبقى مش هيتحمل الضغط ده. الاهلي لازم لو الاتحاد عايز يكسب ده لو عايز لازم يبقى بالظبط لازم يفرق فلا بونت بونت. حضراتكم توقعتوا الماتش الاهلي هارد لك هارد لك هارد لك، لكن الاهم من الهارد لك انك بكره تنزل، يعني في اخطاء كتير مش لازم نتكلم فيها بحيث تعمل احباط. انا يعني عندنا حاجات كتير نقدر نقولها، انا مش عايز يحصل احباط وتبقى انا ودي بطلبها من الجمهور، لان جمهور الاتحاد فيهم ناس كتير فاهمه وبيكتبوا على الميديا بتاثر على اللعيبه، احنا عايزين اللعيبه بكره تبقى نازله تقدر تلعب جيم يرجعها تاني، لان لو لا قدر الله حصل هتبقى اصعب بكتير. كابتن نجم نادي الاتحاد هارد لك يا كابتن. كابتن ميشو اتفضل. اولا نقول مبروك للنادي الاهلي، استحق الجيم، خد الجيم وكسب الجيم وهو في اسوء حالاته. وجهه نظرك ان النهارده الاهلي مش في احسن حالاته؟ لا خالص، بل بالعكس، يعني النهارده من ابتداء عمرو الجندي يمكن زي ما احنا كلنا شايفين تقريبا ما لعبش الجيم، لعب شويه وقعد، يعني عمرو قوه ضاربه في النادي الاهلي ما لعبش كتير النهارده. اهاب امين مش هو اهاب امين اللي احنا شايفينه، عمرو زهران مش هو عمرو زهران، ابو النصر مش هو ده ابو النصر. الناس دي يعتبر كانت النهارده كلها دي خارج الخدمه، خلي بالك مش هم المستوى بتاعهم، بس بيدافعوا، خلي بالك بيدافعوا. بس انت النهارده انت بتتكلم في انا بتكلم على الاوفنس. النهارده الحاجه اللي كان يقدر بيها نادي الاتحاد يكسب الجيم هي الحاجه اللي خسرته الجيم في البدايه. في الكوارتر الاول والثاني كان نادي الاتحاد عامل ضغط على الناس البريميتر اللي بره، وكان سايب، وانا قلت الكلام ده يمكن في لما جينا بين الكوارترين قلت لك ان مروان سرحان وسيف سمير واحمد اسماعيل كانت النقطه اللي هي كانت تكسب نادي الاتحاد. طب كابتن خليني انا هرجع لك، بس لازم نروح لارض الملعب دلوقتي، ومحمد توفيق معانا ولقاء مع المدرب العام الكابتن احمد الجرحي. اتفضل يا محمد. من جديد برحب بك كابتن هيثم، الف مبروك لحضرتك ضيوف الكرام جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز النادي الاهلي على الاتحاد في جيم 1 من سلسله بلاي اوف، يعني بيست اوف 5 في نهائي دوري السوبر المصري 2022 2023. كابتن احمد الجرحي الف مبروك الفوز في المباراه الاولى. زي ما اتكلمنا قبل الماتش في اجهاد في حاجات كتيره جدا وظروف معاكسه ضد الفريق، لكن اعتقد اهم صفات الفريق الكبير انه يكسب حتى لو هو مش في احسن حالته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بيك والله يبارك فيك، ورحب بكابتن هيثم مع كابتن سلعاوي تقريبا، كابتن طاهر رجب، كابتن ميشو، وكابتن عماد محمود نجوم مصر يعني في الاستوديو، اكيد امتعوا الناس بتحليلهم. الحمد لله رب العالمين. طبعا زي ما انت قلت الفرقه مجهده طبعا من بطوله افريقيا، كان برضو عدد ماتشات كبير في وقت صغير. الحمد لله يعني ان احنا قدرنا النهارده ان احنا نعدي بالمباراه لبر الامان، واحنا مش في احسن حالاتنا اكيد، بنلعب فريق كبير، فريق يعني مليء بالنجوم، فريق محترم جدا معاه جهاز فني على اعلى مستوى. الحمد لله النهارده ان احنا قدرنا ناخد الليد، ناخد 1-0 النهارده، فربنا يكرم ان شاء الله، وبكره يبقى جيم مهم قوي ان شاء الله. زي ما قلت الحمد لله خدنا الافضليه باول جيم، بكره مباراه مهمه مفيش فرق على طول اقل من 24 ساعه، شايف المباراه ازاي وهتعدلها ازاي؟ والله يعني انا مستغرب جدا ان الماتش ده بكره، يعني حضرتك النهارده دلوقتي لو بصينا في الساعه هتلاقي الساعه بقت 10:30،
ماتش بكره الساعه 7، انت بتتكلم على ماتشين باسكت، لعبه الباسكت معروف ان هي مجهودها عالي جدا، ماتشين في اقل من 24 ساعه، دي حاجه غريبه جدا. كان ممكن احنا نلعب النهارده مثلا 6 مكان البنات، ونلعب بكره الماتش بتاعنا 8:30، بحيث ان انت تقدر تاخد على الاقل 24 ساعه راحه. كل الضغط ده علينا، الضغط ده علينا احنا بس، طبعا الاتحاد مريح، وبعديها بعد ما اخلص السيريز دي عندنا بطوله افريقيا، فيعني ربنا كده يكون معانا ان شاء الله، ونقدر نعدي باللعيبه بدون اصابات، ونقدر نكمل للاخر واحنا واقفين على رجلينا ان شاء الله. كابتن بالتوفيق ان شاء الله في موهقه المباراه. كابتن عيسم، مكملين لقاءاتنا على واحد من نجوم الفريق النهارده، واللي كان فارق كتير جدا مع الفريق سواء دفاعا او هجوما، كابتن عمر طارق. كابتن، الف مبروك الفوز باول مباراه، مباراه صعبه في ظل ظروف صعبه، شايف المباراه ازاي؟ وتقول ايه على زمايلك ومجهودهم الجهاز الفني؟ الحمد لله طبعا على المكسب اول حاجه، وهي ماتشات الفاينل كده، يعني ماتشات الفاينل مفيش ماتش هيبقى سهل، مهما فرقه طلعت ولا فرقه كانت خسرانه، الماتش بيرجع تاني في الاخر، والماتشات كلها بتخلص في الاخر، فالفرقه اللي بتكسب هي اللي بتفضل متماسكه اكتر لحد اخر الماتش، وبتفضل مع بعض لحد اخر الماتش، والحمد لله احنا قدرنا نعمل كده يعني، ونمسك في المكسب في الاخر. كابتن عمر، يمكن الماتش راح وجي كذا مره، فرق هنا فرق هنا، لكن كان دايما بتجتمعوا في بعض مع في الملعب، واللعيبه بتتكلم على كنتوا بتقولوا لبعض ايه وبتتفقوا عليه؟ ان احنا اهم حاجه لازم ندافع كويس، يعني ده اهم حاجه. احنا في اوقات في الماتش ممكن بنبقى مش قادرين نجيب باسكت، مش عارفين نجيب سكور، بتبقى يعني واقفه معانا شويه، اهم حاجه ان هم ما يجيبوش فينا، يعني طول ما هم احنا محافظين على الديفنس بتاعنا هو ده اللي هيكسبنا، يعني هو ده اللي هيكسبنا بقيه الماتشات، لان بعد يعني ده السيريز طويل، والماتشات هيبقى فيه ارهاق، وهيبقى فيه لعيبه تعبانه، فممكن يبقى لعيب مش قادر اليوم ده ان هو يجيب سكور، بس الدفاع هو اللي هيكسبنا البطوله ان شاء الله. عمر، واتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. كابتن هيثم، دي كانت تغطيتنا ودي كانت لقاءاتنا، والحمد لله فوز النادي الاهلي في جيم 1 من سلسله بيست اوف 5 في نهائي كاس السوبر للرجال. ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في المباراتين القادمتين، وان شاء الله يكون دايما البطوله من حظ النادي الاهلي وداخل دولاب بطولات النادي الاهلي. كمان الكابتن هيثم، اتفضل. الزميل محمد توفيق، بشكرك شكرا جزيلا، مبروك نادي الاهلي، هارد لك نادي الاتحاد. كابتن ميشو، كنت بتقول قبل اللقاءات انه الثلاثه البوزيشن فور اللي هيلعبوا، سواء احمد اسماعيل، سواء مروان سرحان، سواء سيف، سواء عمرو الجندي بجانب عمر طارق، هم عندهم حل لغز مباراه النهارده. ليه قلت كده؟ الكلام ده ظهر في الفتره اللي بدا ويعلى فيها نادي الاتحاد في الاسكور، كان نادي الاتحاد بدا يضغط على الثلاثه البريميتر، بدا يعمل التراب على البريميتر، بدأوا يخلي مروان سرحان في الكوارتر الاول والكوارتر الثاني واخد اوبن شوت، سيف سمير واخد شايت كورتين، واحده جت في الحلقه وواحده جايه ايربول، احمد اسماعيل نفس الكلام، النسبه بتاعته ضعيفه. دي اللي خلت نادي الاتحاد يبدا يعلى، ودي كان لازم نادي الاتحاد يستغلها، وهي دي اللي كانت ممكن تعمل ال10 بونت وال12 بونت في الاول لنادي الاتحاد. اللي حصل بعد كده في الكوارتر الثالث، في حاجه جه النادي الاهلي، هو راجع للجيم ليه؟ سبب الرجوع نفس الطريقة اللي اشتغلوا بيها، اللي هي سابوا مروان سرحان. مروان سرحان جاب ثلاث كور، ثلاثة بونت وشوط قدهم ستة، الشوط الأول والتاني، يعني معنى كده إن هو إيه؟ فاضي خالص، فاضي، شوط 10 بشوط زي كانوا في تمرين، وكانت أعلى 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 فرق سكور حصل في الجيم لو تفتكر، اللي هي 50-40، وصلت ل 50 النادي الأهلي 40 بسبب الحركة دي. النهاردة بقول النهارده نادي الاتحاد احنا ما قدرناش نستغل الاسماء اللي انا قلت لك عليها، سواء هاب امين، عمرو زهران، عمرو الجندي، ابو النصر خارج الخدمه، احنا ما قدرناش نستغل الحته دي نطلع. الحته بقى يمكن اللي انا عايز اقولها، ما ينفعش فرقه زي النادي الاهلي او فرقه نادي الاتحاد في توقيت يعني قاتل للمباراه 43 ثانيه ويحصل كم تيرن اوفرز، مش تيرن اوفر، التصرفات، لان في اول حاجه تيرن اوفر، اول واحده بتاعت ايهاب امين اللي عطاها لعمرو زهران، اتراحت على طول مردوده بالكوره باكزوم من انس اسامه للدوله، بعد كده جه دوله راح واخد واحده اللي هو رايح عشان يروح يجيب ليب، راح مطلعها تيرن اوفر، جه عمر طارق راح عامل تشارج. يعني التصرفات دي في التوقيت ده ما ينفعش من لعيبه الاربعه لو بصينا عليهم، يعني لعيبه منتخب مصر. اشكرك يا كابتن ميشو، تحليل رائع. اجي لك كابتن سلعاوي، اكيد عندك كلام كتير كلام كتير بالذات في الفتره الثالثه والرابعه اللي شهدت قرب وكان باسكت هنا وباسكت هنا، والاتحاد بدا الثالث بتفوق، عندك ايه يا كابتن؟ انا اعتقد ان نقدر نلخص الشوط الثالث والرابع ان يعني اوجوست بوش ادار الثالث والرابع بخبره شويه، حكمه وحنكه شويه. مدرب الاتحاد ادار الشوط الثالث والرابع
بشكل خاطئ شويه. انا في رايي الشخصي وقد اتفق مع الزملاء يعني انه اداره بشكل خاطئ الثالث والرابع. كمان عايز اقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للنادي وهارد لك للنادي الاتحاد. نادي الاتحاد النهارده ما قدمش المباراه المطلوبه. نادي الاهلي كان احسن. نادي الاهلي عمر طارق كان نجم المباراه ونجم البال ونجم الدوري. واعتقد ان اعيد كلام الكابتن ميشو ان في اكتر من لاعب كان مش في مستواه النهارده، لكن النادي الاهلي يعني زي ما بيقولوا من حضر يعني. فتومسون قدر وهو عمر طارق قدروا ومسرحان يعني في اكتر من نجم قدروا يعوضوا الفارق. الاتحاد السكندري ارتكب اخطاء قاتله في اخر 47 ثانيه زي ما قال، والنادي الاهلي برضو نفس الكلام في دخول الكوره كانت فيه هناك اخطاء. اعتقد المباراه دي سوف تحسم بمن يقلل اخطائه في اثناء الجيم. الاخطاء هي السبب الرئيسي هتبقى في الفوز او الخساره. كل فريق اي فريق هيقدر يقلل من نسبه الاخطاء بتاعته هيقدر يكسب المباراه. لكن المباراه انا يعني بقول ان معظم لاعبي النادي الاهلي مش في حالتهم، بس قد اراجع العذر ليهم. قالك تحديدا حضرتك شايف اللعيبه بين عن حالتها دفاعيا ولا هجوميا؟ تفرق معايا. لو دفاعيا انا بالنسبه لي ما فيش مشكله، ما انا بدافع حتى لو انا في الاوفنس مش كويس بس بدافع. لو دفاعيا وهجوميا هنا مشكله. شايف اللي مش موفق في ايه؟ في الاثنين، عشان انا كان في لعيبه عندي دفاعيا وهجوميا كويسين، هبقى مين كان دفاعيا كويس هجوما كويس؟ في اكتر ابو النصر دفاعيا هايل وكان هجومه متحسن جدا جدا. عمر طارق دفاعه قوي جدا ومعظم السكور جاي عن طريق عمر طارق. سمحان ريباوند بيروح يشوط 3 بوينت. بس يا كابتن لما نادي الاتحاد بكل الحلول الهجوميه اللي عنده دي حاطط 62 بونت يعني 15 نقطه ونص في الكوارتر. لا ما ده جود ديفنس. وعايز اقول برضو حاجه تانية، الاتحاد السكندري النادي الاهلي حاطط فيه 69 نقطه يعني تقريبا افريج 16 طبعا. يعني الجيم الفرقتين قافلين على بعض، دفاع قوي ومذاكرين بعض ودارسين بعض كويس قوي والدفاعات قويه جدا ما اختلفناش. بس برضو احنا بنتكلم على الاخطاء اللي كانت موجوده في الجيم. نعم يعني واخد بالك. هي برضو تتساب يعني لتقدير البعض، ولكن الدفاع انا شايف الفرقتين نوعا ما كانوا دفاعيا كويسين. هو المفروض اللي بيعمل دفاع جيد يكسب، بس الدفاع مفتاح المكسب. زي ما كابتن ميشو مع سيل الاخطاء اللي بتحصل دي انت مش هتعرف الماتش راح فين. ما انا قلت لك بقى اللي هيكسب الماتشات الجايه من يقول لك اخطاء. بس كابتن طاهر انا طبعا زي ما قلنا ان الكوارتر الثالث والرابع تملي دول اوجستي بيتصرف فيهم الى حد ما صح، وانا شايف ان يعني انا مختلف معاكم في حته ان الديفنس كان قوي. لا هو الاوفنس بتاع الفرقتين ما كانش كويس. صح الاوفنس بتاع الفرقتين. تتفق معاك يا كابتن عماد؟ تتفق يا كابتن ميشو؟ كابتن سلاوي تتفق؟ طبعا. يعني الاوفنس وحش مش الديفنس كويس. تمام. دليل ان 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 احنا عندنا قوات الضربه زي ما قال الكابتن ميشو وقال الكابتن عماد في الاهلي، سواء الجندي سواء إيهاب أمين سواء عمرو زهران أبو النصر. بعيد عن الفورمة التانية. بعيد. اللي عوضهم تومسون. تومسون إحنا متعودين عليه إن هو فيدر. 4-5 إن هو ماشي الكورة، إنما 4-5 3 بوينت زي 17 بونت في الكورة. بس كمان واللي أكتر منه يعني مروان. أنا أتصور بس الإحصائيات مش عارفين نجيبها لأن النت قطع في الصالة. الإحصائيات تقول إن تومسون قرب من 30 بونت. حلو. الاحصائيات بتقول قرب 30 بونت واحنا عندنا اربعه بنقول مثلا عطلانين، ويجي بعديه في الموضوع عمر طارق وطبعا مروان سرحان. مروان سرحان الى حد ما كان حط سكور يعني ما كانش برضك متوقع منه. نعم. لهذا. نعم. فبالتالي ان الاعتماد على تومسون من اوجستي دي في حد ما كاتشانه كويسه في ظل الغيابات بتاعه ايهاب امين في التهديف والجندي والزملاء ده من ناحيه الاهلي. وعلى هذا الاساس هو كسب الماتش. تمام. اما من ناحيه الاتحاد فزي ما قال الكابتن سلعاوي ان في عندك قوه ضربه كتير
مش موجوده. يعني انا باستمرار مش ممكن مقص. يكون انس اسامه هو الهداف. ما حطش النهارده ميدو طه. ميدو طه ما نزلش. يعني بس زولة. في هو ما حطش. يوسف شحاته نفس ده. يوسف شحاته النهارده برافو عليك. يوسف شحاته ما حطش. كل دول يعني الى حد ما بيبقى كان بيبقى شوشه نفس دول. الكلام هذا جردات. ومع ذلك والى حد ما انت الاتحاد بقى السكور كله من تحت الحلقه. بس خلي بالك يا كابتن النادي الاهلي لعب حاجه النهارده مهمه جدا. كان ممكن لعيبه توصل تحط دنكات زي انس حط ثلاث دنكات بس في المقابل ما تشوتش 3 بونت. والاهلي كان قاصد دي. الاتحاد لو لعبت معاه في 3 بونت بيبقى في حته ثانيه. طيب استاذنكم اعزائي المشاهدين بعد مباراه كره اليد سيدات النهارده واللي فزنا فيها على هابيتات الافواري بنتيجه 39-15 ده كان ثاني فوز لفريق كره اليد سيدات. مريم سميح مراسلتنا من ارض الملعب عملت لقاءين مهمين مع نجمتين من الفريق، عملت لقاء مع ليلى حماد وفرح حازم. نشوف اللقاءين ده ونرجع لحضراتكم تاني. برحب بيك مرة تانية كابتن هيثم، طبعا من داخل صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وعقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وهابيتات الإفواري بنتيجة 39-15، طبعا يعني معايا دلوقتي واحدة من نجمات هذا اللقاء كابتن ليلى حماد، برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة يعني مباراة ممكن نقول إن هي كانت في المتناول، وان سايد جيم بالنسبة لكم، 39-15 فرقت عن مباراة امبارح أمام أوتو الكونغولي يمكن كانت صعبة شوية، انتهت نتيجة 30-26. كلمينا النهاردة عن المباراة أكتر وعن يعني أكتر الثغرات اللي انتوا استغلتوها في هابيتات الإفواري علشان نتيجة توصل بالسكور ده. أول حاجة أنا برحب بيكي وبرحب بكل جماهير النادي الأهلي. مبدئيا احنا بادين البطولة الخصم كله زي بعضه، مفيش فرقة أقل من التانية. احنا بالنسبة لنا التارجت إن شاء الله أول أفريقيا، وده اللي احنا وعدنا بيه مجلس إدارة وعدنا بيه جماهير النادي الأهلي. بس فمش فارق معانا دلوقتي، يعني مش بنشوف المستوى الفرقة اللي قدامنا كويس ولا، احنا بنبص على نفسنا ايه امبارح كان أحسن نحسنه النهاردة، ايه غلطاتنا وثغراتنا امبارح ونظبطها النهاردة. فاحنا كان بادي من أول لقاء النهاردة الحمد لله إن احنا ركزنا من الأول، قلنا مش عايزين إن احنا يعني نخش شوية ناخد في وقت عشان نخش في الجيم، كنا على طول الحمد لله في الجيم سواء اللي نزل في الاول او نزل في الاخر كلنا واحد، وبنوعدكم بالبطوله ان شاء الله. كابتن ليلى شفنا عقب انتهاء المباراه كابتن خالد العوضي استاذ محمد الخزاوي عضو مجلس الاداره وكابتن خالد العوضي مدير عام نشاط رياضي يمكن اجتمعوا بيكم، وكان في يعني يمكن حديث كده جانبي وكلمات تحفيزيه. لو عايزين نعرف منكم يعني عايز اعرف رايك طبعا ده اللي هم بيقدموها لكم، وكمان قالوا لكم ايه بعد انتهاء المباراه؟ طبعا كابتن خالد العوضي معانا من الاول خالص من البطولات المحليه، كان كل يوم معانا كل يوم يحفزنا. الحمد لله خدنا بطولتين محليتين خلصنا، قال لنا احنا عندنا بطوله افريقيا لسه ما خلصنا، كل يوم معانا وكل يوم لو محتاجين حاجه طبعا، وكل اعضاء مجلس الاداره على طول بيمعانا على طول بيساندونا وعلى طول بيشجعونا. كانوا دلوقتي بيشجعونا وقالوا لنا ماتش وخلص بكره عندنا اهم، يعني كل ماتش بنخلصه بيكون عندنا الاهم، مش بنتكلم في الماتش اللي خلص. كابتن ليلى يمكن في البطولات اللي زي دي ماتش بعد ماتش كل يوم ما بيبقاش فيه راحه ابدا، يا دوب بيبقى يعني يمكن ريكفري بس، يعني قول لنا بتتاقلموا مع الموضوع ده ازاي، او فكره المجهود البدني خاصه ان كمان فرق افريقيا يعني اقوي على المستوى البدني جدا. طبعا الفرق الافريقيه ما يعني مستواها البدني قوي جدا، بس ده طبعا دور الجهاز ان هو بيوزع المجهود علينا كلنا ومش بيلود على حد، يعني المجهود متوزع على اللعيبه كلها، فالحمد لله مش حاسين بتعب. بكره مباراه مهمه جدا قدام بريميرو دي اوجوستو يمكن من اقوى فرق افريقيا، وشفناه حتى في كاس السوبر الافريقي يمكن كل الفرق ويمكن تحديدا بيترو بنعتبرهم ان هم اهلي وزمالك كره اليد في افريقيا. بكره مباراه صعبه جدا، بريميرو دي اوجوستو من اصعب واقوى الفرق، هتحضروا لها ازاي ان شاء الله؟ طبعا هو فريق محترم وفريق كويس قوي زي لسه ما كنت قايله دلوقتي، هو لسه واخد السوبر من كام يوم بس، فاحنا زي ما قلت لك مش بيفرق معانا المنافس، هو طبعا بنشوف ايه الثغرات عنده وايه نقطه الضعف وايه نقطه القوه، بس احنا برده بنشتغل على نفسنا، هو الموضوع كله متوقف عندنا احنا حاله الفرقه عامله ازاي، بس احنا سنس ان احنا متفقين اصلا من اول الموسم ان احنا مش هنبص للمنافس، هنبص احنا عايزين نوصل لايه وعندنا تارجت ايه، فمش هيفرق معانا قدام مين، واحنا يعني احنا زي ما هم عندهم عناصر احنا عندنا. الف مبروك مره ثانيه يا كابتن ليلى، نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه نادي الاهلي. الله يبارك فيكي، ميرسي جدا، شكرا. كابتن هيثم ده كان لقاءنا طبعا مع واحده من نجمات هذا اللقاء واللي انتهى بنتيجه 39-15، طبعا كابتن ليلى حماد، يعني مستمرين معاك في لقاءاتنا عقب انتهاء هذه المباراه من داخل صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. ده كان لقاءنا مع ليلى حماد، وخلينا نشوف فرح حازم قالت ايه مع مريم سميح وارجع لحضراتكم تاني.
معاك يا كابتن هيثم، وبرضه بتنضم لنا دلوقتي واحده من نجمات المباراه، طبعا مباراه النادي الاهلي امام هابيتات الايفواري ضمن مباريات بطوله كاس الكؤوس الافريقيه من داخل صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا كابتن فرح حازم برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. في البدايه النهارده يمكن شفنا مباراه في المتناول بالنسبه لكم، خلص كتير جدا 39-15 عكس مباراه امس طبعا المنغولي. تقولي احنا اشتغلنا عليها كويس قوي، احنا اتفرجنا عليهم قبل ما نيجي وكنا محضرينهم وكنا داخلين من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، حتى لما السكور كان مفتوح احنا دخلنا من اول ثانيه عايزين ناخد الماتش وعايزين نفتح وعايزين نادي اداء حلو، وكل واحد عشان في الاخر كان بيلعب عشان يبقى مبسوط. فبشكر الفرقه كلها النهارده على اداء يعني، وان شاء الله الماتش الجاي هتبقى كده ان شاء الله. بنشوف دايما دعم ومسانده مجلس الاداره، شفنا النهارده استاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن خالد العوضي يمكن معاكم طول الوقت من قبل حتى بدء البطوله بس بيكون حريص ان هو يكون موجود في المدرجات، طبعا مدير عام نشاط رياضي، قالوا لكم النهارده ايه بعد انتهاء المباراه؟ انا اكيد الاول بشكرهم ان هم واقفين جنبنا من دي 1، من اول ما بدانا الموسم اصلا من قبل ما نخش بطوله افريقيا، ان احنا عايزين نادي اكتر حاجه عندنا ودايما بيدعمونا واقفين في ظهرنا، حتى لما كان بيحصلنا اي دروب كانوا اول ناس بتساندنا وفي ظهرنا. دلوقتي الحمد لله هم كانوا واقفين جنبنا من اول ما دخلنا افريقيا وقالوا احنا ان شاء الله عايزين نحقق حاجه كبيره فيها، والنهارده جم كانوا معانا بعد الماتش وشجعونا وقالوا لنا لسه عندنا كتير، خلصنا فرحه النهارده هنركز في ماتش بكره وان شاء الله هنساعدهم يعني ونحقق اللي هم عايزينه ان شاء الله. كابتن فرح خد من كلامك، بكره ماتش صعب جدا، اكيد انتوا عارفين ده من الجهاز الفني طبعا والجهاز الاداري، بريميرو دي اوجوستو يمكن واخد يعني سكند بليس طبعا في السوبر الافريقي، هو واحد من اقوى الفرق الافريقيه، يمكن زي ما احنا بنقول يمكن هو وبيترو هو اهلي وزمالك كره اليد في افريقيا، اكيد استعدادات مختلفه للمباراه. بتقولي ايه عن المباراه بكره خاصه ان هي هتكون محتاجه منكم اداء بدني اكبر من مباراه اليوم؟ احنا خلصنا فرقه النهارده ماتش، اول ما نرجع هنتجمع كلنا وطبعا هنتفرج على الفرقه اللي قدامنا، هنستعد لها كويس قوي وهنبادل المسؤوليه ان شاء الله، انا واثقه فينا كلنا وفي الفرقه كلها بالجهاز، هم جامدين لكن دي حاجه احنا برضو مش قليلين خالص وده يبين من الماتشات اللي فاتوا، وان شاء الله ماتش بكره هنسعد الجمهور وهنحقق حاجه كويسه قوي ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن فرح، نورتينا وشرفتينا على شاشه قناه النادي الاهلي. الله يبارك فيك، شكرا. كابتن هيثم ده طبعا كان لقائنا مع واحده من نجمات هذا اللقاء كابتن طبعا فرح حازم، وزي ما احنا شفنا يمكن كلامهم كلهم سواء كابتن ليلى كابتن فرح بيتكلموا ان هم دايما اول ما في صفحه بتتقفل خلاص ماتش وخلص وبيركزوا في اللي بعد كده، شايفين انه يعني يمكن التحدي كبير سواء قدام الفرق الكبيره او الصغيره، بكره في مواجهه هامه جدا امام بريميرو دي اوجوستو وهو واحد من اقوى فرق افريقيا، طبعا اكيد هيبقى محتاج منهم مجهود كبير، يمكن يعني النهارده كابتن محمد عادل زوله هيشتغل على ده وهيشوف اكيد ايه كل الثغرات نقاط القوه والضعف لبريميرو دي اوجوستو، وان شاء الله بكره يحققوا اكيد فوز زي ما احنا شفنا النهارده امام هابيتات وكمان امبارح امام اوتو الكونغولي، ان شاء الله زي ما لاعبات يعني او سيدات يد الاهلي وعدوا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله بالبطوله، ان شاء الله يبقوا قد وعدهم ويرفعوا راس كل الاهلاويه. شكرا يا كابتن هيثم، كلمه ليك مره اخرى. ده كان لقاءنا الحقيقه مع اثنين من نجمات الفريق، الف مبروك النهارده، الفوز كان 39-15 زي ما قالت مريم، بكره بريميرو دي اوجوستو كان يعني او مباراه مهمه جدا لفريق السيدات النهارده. الحقيقه في حاجتين عايز اقولهم قبل نهايه المباراه مع مستر اجوستي بوش، انت لاعب مش ممكن مش هيبقى لك دور، مروان سرحان كان في الباسكتبول افريكان ليج بعيد شويه ما لعب في مباريات ما لعبهاش النهارده شايل، عمر طارق في مباريات كان بيبتدي ومباريات ما بيبتديش النهارده ليه دور، مع مستر اجوستي انت دايما لازم تبقى جاهز في وقت من الاوقات هيبقى لك دور وهتشيل فرقه. احمد مهيب كان بره البطوله النهارده لعب وادى وادى كويس جدا، نفس الكلام عمرو زهران غيره وغيره، كلك انت ليك دور مع مستر اجوستي فانت لازم تكون جاهز طول الوقت. الحاجه الثانيه الحكام، النهارده الكسبان والخسران خارج من المباراه ما بيتكلمش عن التحكيم. هنا لازم نتوقف ولازم نشوف التحكيم ولازم نتعلم مش عيب. لازم نتعلم ولازم نشتغل، وقرار جريء من اتحاد السله انه يستقدم ثلاث حكام في المباراه ما يحطش عنصر مصري وسط الحكام، مش عشان الحكام المصريين، لا الحكام المصريين بخير بس محتاجين شغل شويه عشان يوصلوا لده. بكره باذن الله قبل ما اختم النهارده انتظروا على شاشه قناه النادي الاهلي مباراتين كره اليد، الرجال السيدات ثم الرجال هيتنقلوا على شاشه قناه النادي الاهلي عشان نكون جنب ابطالنا في مباراتين مهمتين في مجموعاتهم ورحله التاهل قبل النهائي او دور الثمانيه ان شاء الله. في الختام طبعا بشكر ضيوفي نجوم نادي الاتحاد السكندري اللي شرفوني النهارده واللي بقول لهم هارد لك، كابتن عماد محمود الرايق نجم
الاتحاد ومصر كلها نورتيني وشرفتيني يا كابتن احمد. شكرا، الف مبروك للنادي الاهلي، بشكرك على الاستضافه الجميله دي، الف مبروك للنادي الاهلي، مجلس اداره، جهاز ولاعبين، هارد لك للاتحاد وبالتوفيق يا رب بكره ان شاء الله. كابتن ميشو بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني يا كابتن. حبيبي ربنا يخليك، الف مبروك للنادي الاهلي، يستحق المكسب، واتمنى الماتش الجاي النادي الاتحاد يعوض ويبقى يقدر يخش في يعني في المنافسه. سعيد جدا ان انا كنت موجود مع كابتن هيثم، مع كابتن سلعاو، كابتن طاهر، ودايما كده الواحد سعيد بيكم انه فخور ان انا موجود معاكم. نورتينا بقناه النادي الاهلي. كابتن سلعاو بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا، ونقول مبروك للنادي الاهلي. وبرضو عايز اقول ان الفريق لما يكون مش في احسن حالاته ويكسب، ده مؤشر نحو البطوله، مؤشر جاي. بشكرك كابتن سلعاو وكابتن طاهر، نورتينا شكرا. ده احنا اللي متشكرين، وطبعا اسعدنا ان احنا نبقى مع الكابتن عماد الرايق وكابتن ميشو، ودول قامات من نادي الاتحاد وليهم باع، وانت طبعا في الباسكت يعني. شكرا لك، اشكرك حضرتك استاذنا، بشكرك وكبسه العاب وانا تملي سعيد بالقناه، وزي ما بقول كل مره احنا بنشكركم على التغطيه الجميله لكل الالعاب، انا مش عاوز اقول الشهيده انما العاب الصالات. اشكرك يا كابتن طاهر، نورتونا وشرفتونا اعزائي المشاهدين. دي كان جولتين النهارده من استوديو الابطال، سواء رجال وسيدات، الف مبروك، الف مبروك فوز السيدات النهارده، شكرا جزيلا، وانتظرونا بكره في جولتين مع استوديو الابطال. شكرا جزيلا.